طيب نبدأ الحقيقة جزء من حوارنا مع حضرتك بمجموعة من الصور الجميلة، عايزين تعليق صورة وهناخد تعليق من حضرتك ماذا تمثل الصورة دي بالنسبة لك. نبدأ بأول صورة، اتفضلي. قداسة البابا ده يوم عيد جلوس قداسة البابا العيد الثامن، وكنت سعيدة ان انا بأشارك معاه القداس الإلهي، وكان التواجد الساعة 7:15 الصبح في كنيسة في مصر القديمة، وكنت سعيدة بالروحانيات. تعرف كل ما الواحد بيبقى بدري وزي يعني صلاة الفجر، في شعور كده بتجليات وروحانيات عظيمة جدا. فده كان بعد انتهاء يعني القداس الإلهي بمناسبة عيد جلوس قداسة البابا، اللي بكن له يعني كل احترام وكل تقدير، وربنا يعينه ويقويه، واختياره ده اختيار من عند ربنا، فبالتأكيد أنه ربنا حطه في هذا المكان برسائل معينة، فكنت سعيدة أن أنا أشاركه في هذا اليوم. مكانة قداسة البابا توادروس، احنا عارفين مكانة كبيرة لدى كل المصريين، ومكانة كبيرة لدى كل الأقباط، ومكانة كبيرة لدى سعادة الوزيرة. الصورة قد إيه كانت جميلة وحضرتك بتنحني أمام قداسة البابا وبتقبلي يديه؟ يعني هل هنا الصورة دي جت تلقائية؟ هل حضرتك كنت جاهزة فكرت فيها، ولا ده شعور تلقائي؟ لا، ده عايزة أقول طريقة تحية الأقباط لي طبعا قداسة البابا والأساقفة والكهنة ورجال الدين عندنا في الكنيسة المصرية. وإحنا كمان لما بنشوف شيخ جليل، أنا شيخ علي جمعة، في الدكتور علي جمعة، أول ما بشوف لازم أوطي بوس يا، وإحنا كنا بنبوس إيدين أولياء أمورنا مزبوط. كمان مزبوط. فهو احترام وتقدير، بس إحنا عندنا في الكنيسة يعني الموضوع بيبقى ليه صبغة دينية، وطبعا اكيد حضرتك شفت، طالما كنا بنتكلم على الانتقادات في السؤال السابق، ايضا كانت هذه الصوره برضو يعني مجال للانتقاد ايضا حقيقي. وانا بحب ارد، الحقيقه برد بادب، مش برد زي ما انا قلت بهجوم او باساءه، انما بشرح للي مش عارف. وبرضو يعني بابا روما لما جه وكنت في قصر الاتحادية بجانب السيد رئيس الجمهورية في استقباله لدى زيارته في قصر الاتحادية، برضو انحنيت، عملت حاجة اسمها الريفيرانس. ريفيرانس اللي يعني أنزل نص تانية كده، هو ده بالنسبة للأقباط أو الكنيسة الكاثوليكية. فهو شعور تلقائي وشعور يعني بنعمله من واحنا صغيرين. ولو حضرتك رحتي تاني، لو القداس اللي جاي في حضوره وقداس البابا موجود، او في زياره للتهنئه بالعيد، حضرتك مره تانيه هتقبلي يد قداس البابا؟ طبعا طبعا، دي ما فيهاش كلام، انا باقبل يد كاهن، فما بالك بقداسه البابا؟ عظيم.